اصحابنا السلام عليكم، نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير. فهاد الحلقه هذه غادي نرصدوا لكم الاتهامات الخطيره جدا للاعلام الجزائري اللي اتهم فيها المغرب ولجنه التفتيش التابعه للكاف بتهم خطيره وبمغالطات غبيه جدا اللي ميمكنش العقل انه يتقبلها. وحنا في هاد الحلقه هذه غادي نردوا عليهم بالادب والصواب ونصحوا لهم بعض المغالطات اللي روجوا لها في الإعلام ديالهم وكيبغيوا يأثروا بها على الشعب الجزائري والرأي العام الجزائري. هذيك البعثة اللي جات من أجل الانسبكسيون تاع الجزائر تاع الملاعب الجزائرية تحسبا لكان 2025، راح نوري لك صورة يعني تظهر جهارا نهارا أنه هذه البعثة هذه جت ألمانية بين قوسين واللي عندها مركز في كازابلانكا في المغرب. شاهدوا يعني بالصورة السيدة ويحسب بشبر، هذه منصة تاع صحفيين يدير شبر يقولوا لا زدتوا زيادة. وأمام أنا حاجة اللي دوختني وغضبتني شوية، سمت رهيب للسلطات الجزائرية هنا، رئيس الاتحادية يتفرج. أنا نشاهد رئيس الاتحادية في أعلى الصورة سيد جاهد زفزاف، من المفروض قال لها يا جماعة أريتي لو ماساكر، حبسونا هتبهدأي لكم، تبداش تجيب لي بالميترا. شفنا صور المرة اللي فاتت، صور سيد يبحث كأنه يبحث عن فأر تحت المكان تحت تواجد أو جلوس الصحفيين عليه. هل ما أصبحش الأمر فاضح إلى درجة كبيرة كي تشوف سيد هكذا بشبر وحنا الاتحادية الجزائرية أو المرافقين ساكتين بين قوسين كأنهم يوقفوا وقفة متفرج؟ كما سمعتوا قال ان هذه اللجنه ديال التفتيش هي لجنه المانيه وعندها مركز في المغرب وبالضبط في الدار البيضاء. غادي نجاوبك بالدليل وبالبرهان. اولا اللي خصك تعرف راه ماشي تابغات الجزائر تنظم كاس امم افريقيا، عاد ناض الكاف تعاقد مع هذا المكتب الالماني اللي كما كتقول انه موالي للمغرب وانه راه المقر ديالو كاين في كازا وان الكاف راه بالعاني عينت هذا المكتب. راه الكاف راه تعاقدت مع هذا المكتب الالماني من سنة 2017، بقى قبل الجزائر ما فكرت أنها تنظم كأس أمم أفريقيا. ونفس المكتب هو اللي دار تقييم الملفات ديال البلدان اللي باغات تنظم كأس أمم أفريقيا في سنة 2019. ثالث حاجة واللي خصك تعرف أن هذا المكتب هذا هو اللي كان تسبب في سحب تنظيم الكاميرون في سنة 2019 بسبب عدم الجاهزية ديالها، وهو اللي عاود رد التنظيم الكاميرون في سنة 2019 مني سوفات الشروط اللي تحطت لها في دفتر التحملات. يعني انت كإعلامي كون درتي شوية البحث غادي تعرف أن هذا المكتب الألماني ما كيضحكش ديال بصح وما كيعرفش بك صاحبي واش الجزائر هي اللي بغات تنظم كأس إفريقيا ولا الكاميرون ولا البرتقيز. فوفرتي جميع الشروط الكاملة راه غيقدمها في التقرير ديالو، ما غيزيد ما غينقص. فالتقرير ديالو غيمشي غيشوف شنو خاصك شنو درتي شنو جهزتي وغيقيد داكشي في التقرير وغيقدمو للكاف باش الكاف ياخذ القرار ديالو النهائي. نقطه اخرى واللي هي مهمه جدا، كتقولوا كتروجوا كتغلطوا الراي العام الجزائري وكتقولوا لهم ان المقر ديال هذا المكتب هذا راه كاين في المغرب وفي كازا، يعني الا ما عطاوناش راه المغرب هو اللي محرشهم وان هذا المكتب هذا جاي من طرف المغرب. ونعاود نقول لك انت كإعلامي خاصك تعاود دير شويه البحث كمقدم برنامج. فاللي خاصك تعرف ان هذا المكتب هذا هو ديال رونالد بيرغر واللي اسس هذه الشركه هذه سنه 1967 في المانيا وبالضبط في ميونخ ماشي في كازا كما كتروجوا. ماشي تبغات الجزائر انها تنظم كاس امم افريقيا 2025، عاد نات هذه الشركه خرجت من المغرب ومشات للكاف وخدات هذا البروجي وخدام عليه باش تكون كلجنه وطيح الجزائر. ودخل قلب في الانترنت غادي يخرج لك عشرات ديال المعلومات على هذه الشركه هذه بالتفاصيل الممله. فهذا كياكد حاجه واحده، انك انت كاعلامي وانتم كاعلاميين كتهضروا غير من فراغ وما كتبحثوش نهائيا وما كتحتارموش المتلقي تاعكم بتاتا. ونزيدك ان هذه الشركه الالمانيه هي شركه عالميه رائده في مجال الاستشارات والاستراتيجيه كما كتشوفوا في هذا المقال هذا، واللي هي واحده من اكثر الشركات الاوروبيه شهره في العالم، يعني احسن ما كاين في العالم في هذا المجال ديال التفتيش والتقييم بشهاده العالم، ماشي بشهاده الكاف ولا بشهاده المغرب او بشهاده جهات تابع للمغرب ولا للكاف. من جهه اخرى ان هذه الشركه هذه راه المقر ديالها كاين في ميونخ بالضبط،
وماشي في كازا كما كتروجوا، وان هذه الشركه الالمانيه راها عندها فروع كثيره في العالم كما كتشوفوا عندها في البحرين، في لبنان، في قطر، في السعوديه وفي الامارات. والفرع الوحيد ديالها في افريقيا هو اللي كاين في كازا، غير فرع ماشي مقر كما كتروجوا ليه. والشركه راها قديمه بزاف وراكمت تجارب كثيره عالميا، وميمكنش انها تنحاز لشي بلد على حساب بلد اخر، ميمكنش، ومن عاشر المستحيلات انها تضحي بالسمعه ديالها اللي راكمتها السنين كامله باش تجي من جهه المغرب ولتجي من شي بلد اخر. فهادو المانيين كيعرفوا غير نيشان بحال التران. دوز حيد دوك هدايا هدايا اسكنت احنا النموه، هذا راهم مبعوث مجلسي دوك واش راح يدير لك الا راح يجي ضدك، بصح الاخرين ما غير يتبعوا فيه من اللور، شغل شيخ الجامعه ويمشي والاخرين دراري كاع من اللور، هذا واحد فيهم راه يقول له يهضر معاه يا اخي هضره قالك تدير لي شبر تشوف لي الفوتي حال ملعب الملعب طوب هذا الملعب شبر هذه شوف هذايا شوف شحال شابه لاصال هذه يعني. صافي بالوطن تما جات الحاجه كلها كل حاجه بيا لي تيران بيا باينين تما باين بلي كاين حسبناش باش دوان حنا ما حسبناش باش بر واحد الوقت سي تادير باش نحسبوا اللي يقول لك تعدي 100 بلاص ما شفناش في ملعب تزيوزو يحسبوا بالمتر معليش هذيك صح هذيك وقت تما الان لا هذه سي لا بودروزور دوان سي لا بودروزور حنا كل على عارفين بلي هاد لا ديليغاسيون المكتب تاعها جا في كازابلانكا عارفينها ظن بلي انا هاد الشيء هذا كاع مسرحيه يعني مسرحيه وفي نهايه الامر ما راح يحكموا ما راح يشوفوا على الرابور ديالهم صحيح يديروا تقرير ربما مضاد للجزائر يا عباد الله يا هاد الناس يا هاد الناس راها سميتها لجنه التفتيش لجنه التفتيش لجنه تقلاب بالعربيه التعرابيش ماشي لجنه سياحيه ولا لجنه غنائيه جايه تزور الجزائر في زياره جايه تفوج مع راسها راه جايه تقلب راه جايه في مهمه رسميه وهي مهمه التفتيش كما كتقولوا في فمكم لجنه التفتيش راه من العادي ومن الطبيعي انها تفتش راه الدور ديالها والزياره ديالها لاي دوله بغات تنظم كاس امم افريقيا هو انها تقلب على الديفوات ديال البلد اللي غادا تلقى عنده اقل عدد من الديفوات فهو البلد اللي غادي يكون اكثر حظا في التقرير ديالها اللي غتقدموا للكاف شوفوا راه كيعبر لينا في بالشبر شوفوا راه كيقيس لينا الغازو شوفوا كيفاش كيقلب لينا الكراسه تشتشي عباد الله خدموا غير شويه من المنطق نتوما كاعلاميين في برنامج محترم خدموا شويه من المنطق راه لجنه التفتيش عباد الله لجنه التفتيش المهام ديالها الرئيسيه هي التفتيش برك اخويا دوز حيد هو دوك لو رابور تاعو يديروا اون نوت دي فافور ضد الجزائر هذا يديروا كي يعطيه الله لاكاف يزيد يقويهم يزيد يقويهم لاكاف مع عليهم غير ديسيدي بلي لاجيري ما كاش وما كاش 2025 هذه هي الشيء واضح هذه انا الى متى انا السؤال يقول خلاص لا يسرى او يسرى الى متى يبقى مسؤولين تاعنا تاع كره القدم الجزائريه بعاد على المكتب التنفيذي للكاف بعاد على لجنه التحكيم رضوان على بالك رانا نبيا صحراني خطرت تحب تضحكنا شويه مليح صاروا في فريمو لا سيري بيا تحب تقصر بدا انت يا تقول وقتاش نفلا كاف ونوليو حاجه انت هنا ما راكش انت هنا في الجزائر ما راكش اسكو ما نجمش ديسيدي على الملعب وين يوطرينيو الناس عنابه وما نجموش يدربوا الناس في برقي وما نجموش يدربوا في ملعب اكس وي كراك وزاد هنا في عندك ما نجموش ديسيديو انت تهضر على حاجه اللي جايه في لاكاف والبيرو في الكازا وجاي من الالمان والسيد يدخل هاك ويجيب لك هاك ويكلش بر وكذا حتى هنا ما ديسيداوش كيف بقشش هاد الشيء هذا شتش فغيمون هادشي كيضحك الخوت ولكن هادشي صراحة من غير انه كيضحك راه كيألم ديال بصح فالخطير من هاد الكلام من اللي كيروج ليه الاعلام الجزائري هو يسوق لواحد الفكرة اللي هي فكرة خطيرة جدا يسوقها ويدخلها في عقل الرأي العام الجزائري وشنو هي الفكرة هادي ركزوا معايا مزيان الفكرة اللي باغيين يوصلوا ليها هاد الناس في الاعلام ديالهم هما يحاولوا يخليوا الشعب الجزائري
يتبناها ويقتنع هذه الفكره ويامن بها ويعيشها حقيقه، هو انه ماشي حنا اللي فاشلين في البنيه التحتيه، وماشي حنا اللي فاشلين في البنايات ديال الملاعب، وماشي حنا اللي فاشلين في الفنادق، وماشي حنا اللي فاشلين في اللوجيستيك والى غيره. راه المشكل هو المغرب اللي تامر علينا مع الكاف، وانه كون ما تامرش علينا المغرب مع الكاف كون نظمنا كاس امم افريقيا 2025، وان المسؤولين ديالنا راه ماشي مسؤولين فاشلين، ولكن راه ما عندناش لوبي يدافع علينا داخل الكاف بحال اللوبي المغربي اللي قوي ومتغلغل وكيتحكم في الكاف. فهذه الاخوان هي الفكره الخطيره جدا اللي باغي الاعلام الجزائري انه يقنع بها الراي العام والشعب الجزائري، انهم ماشي السبب هما المسؤولين ديالهم، فالسبب الفشل ديالهم هو انه بفعل فاعل، والفاعل هو المغرب والمفعول به هي الجزائر والكاف. وفي حاله ما الجزائر فازت بتنظيم كاس امم افريقيا 2025، فهذا الخطاب هذا غادي ينساوه وغادي خطاب اخر مغاير تماما في الاعلام ديالهم، وغيخرجوا غيقولوا المسؤولين ديالنا انتصروا انتصار كبير ضد اللوبي المغربي في الكاف، وان مجهودات كبيره قامت بها الدوله الجزائريه باش غلبت على اللوبي المغربي داخل الكاف، وهذا انتصار عظيم، وغينساو المؤامره وغينساو هاد اللجنه هادي وغينساو كلشي. ولكن في حاله ما ان الجزائر الى ما نضمتش كاس امم افريقيا 2025 فغتبقى نفس اللغه ونفس الفكره كيروجوا ليها في الاعلام ديالهم، هي نظريه المؤامره، وانه راه ما فشلناش بسبب المسؤولين ديالنا، وانما بسبب التآمر علينا من طرف المغرب والكاف. فكنتمنى من خوتنا في الجزائر انهم يكونوا على بال ويكونوا واعيين بهذا اللعب الخطير اللي كيلعبوا الاعلام الجزائري اللي باغي يدير لهم غسيل الدماغ، وكل فشل ديالو يعلقوا على المغرب. فخدموا على راسكم وشاهدوا ويكون خير ان شاء الله. علاش لا؟ في كاين المشكل لكل مشاهد نصيب، راه ما كاينش شي حاجه اخرى من غير الاجتهاد. من جهه واحده اخرى قبل ما نختموا، فنمشوا معاكم في الطرح ديالكم ديال نظريه المؤامره ونشوفوا بالمنطق واش مسلك ولا ما مسلكش. لنفترض مثلا ان المغرب كيتآمر عليكم اسيدي في الكاف، وان المغرب نظم كاس امم افريقيا 2025، فإلا كان المغرب مثلا ما عندوش البنيه التحتيه والملاعب ديالو مدقدقه والغازو مدقدق واللوجيستيك مدقدق، فكل شيء غادي يتورق وكل شيء غادي يبان في العشرات من القنوات والتلفزيونات العالمية أو في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتنقل مثل هذه التظاهرات. فتا حاجة اليوم ما كتخبى، فراه ميمكنش الكاف أنها تعطي تنظيم ديال تظاهرة رياضية قارية بهذا الحجم هذا تعطيه لأي دولة اعتباطا، وأن ديك الدولة عافا ما جاهزاش وعافا ما غداش تنجح التنظيم اللي غادي يشوفوا تقريبا كما قلنا العالم كامل. فالدولة اللي غادا تنظم هذا التنظيم هذا فراه غادا تورط الكاف إلا ما كانت جاهزة في الصحنيت، وأن خداتها بالفشوة والضغط باللوبي كما كتقولوا نتوما في الإعلام ديالكم. فنتمنى الرسالة تكون وصلت لخوتنا الجزائريين ويعرفوا فاش كيتفرجوا ويفهموا مزيان الدور اللي كيلعبوا الإعلام الجزائري. بهذا كنوصلوا معكم ختام حصة اليوم من هاشتاك سميع. إلى عجبكم هذا المحتوى هذا ما تنساوش تشجعونا بأكثر عدد ديال لي لايك وأكثر عدد ديال لي طاق وأكثر عدد ديال لي بارطاج، قسموا الفيديو مع أكبر عدد ممكن من الناس باش تعم الفائدة. هذه تحيات سفيان سميع، السلام عليكم.